الساقية، هناك المعارك تدور بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية. فيا حرب كوني سلاما على هؤلاء وقد تقطعت بهم سبل الحياة. هكذا هي أعمال الميليشيات الإجرامية الكهروتية الإرهابية، تدمير منازل المواطنين على مدار ساعة في كل مترس وموقع، ليجمعوا بين ثواب الصيام والرباط في سبيل تحرير الوطن من الميليشيات الإمامية. سيتم قطع طريق الإمدادات عن الميليشيات الحوثية من اتجاه طريق الفاخر إب. أبناء تهامة تنديداً بالمجازر الحوثية التي ترتكب ضد المدنيين كل يوم، ورفضاً لاتفاقية ستوكهولم المجحفة. ولكن يائسة للتقدم إلى مدينة حيس، لكن القوات المشتركة تصدوا لهم. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. عبد الوهاب المران من خطوط التماس بمدينة الحديدة. فؤاد المجيدي لقناة اليمن اليوم. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم محافظة مأرب. ديرية الخوخة شرف الشمري من جبهة حيس حسام بكري. عواد الوهباني اليمن اليوم تعز.